بسم الله الرحمن الرحيم. ما مل القرآن من تدبر ألفاظه ومعانيه، وما نسي لذة القرآن من تدبر أحكامه وحكمه، وما هاجر القرآن من ذاق طعمه وخالط بشاشته قلبه. أحبتي في الله، يتجدد اللقاء بكم مع برنامجكم نفحات الأنس. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن آية تعتبر من أهم مفاتيح الدعوة إلى الله عز وجل، آية تعلمنا في كيفية التعامل مع الناس، كيف أن للمسلم أن يتعامل بأخلاقه. يقول عز وجل: وقولوا للناس حسنا. من أجل مفردات قواعد الأخلاق التي ربى الإسلام أهله عليها القول الحسن، آية نتعلم منها أشياء كثيرة مع هذا التوجيه الرباني العظيم. القول الحسن أحباب قلبي هو عفة في اللسان ورقي في الألفاظ، ويشمل أيضا انتقاء الكلمة والتأني في اختيارها. وعلى هذا فإن القول الحسن هو الملائم لأمر الله ومرضاته. هنا ندرك أن كلمات الإنسان لها سحر في بناء النفسية وترميم العلاقات الضعيفة. كلمة طيبة وقول حسن يذيب الجفاء وتطفئ نار الغضب. حسن اختيار الكلمات جزء من ديننا وعقيدتنا، وكلما ارتفعت درجتك الإيمانية كلما تخيرت الأطيب. المؤمن ينتقل من حسن إلى حسن ومن جمال إلى جمال، لا يعرف إلا الحسن في الكلام ولا يعرف إلا الحسن في الأقوال. فالقول الحسن والكلام الجميل صفة من صفات الأنبياء. مر عيسى عليه السلام بقوم من اليهود فقالوا له شرا، فقال لهم خيرا، فقيل له: إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا، فقال: كل واحد ينفق مما عنده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومعنى سلاما هنا أي قالوا صوابا وقالوا قولا سليما. الله سبحانه وتعالى قدم إحسان القول والفعل عن الصلاة والزكاة، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع أنهما من أهم الفرائض بل هما من أركان الإسلام. وكأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا أن الفرائض لا تستقيم ولا تثمر دون المعاملة الحسنة مع الناس. وهنا درس عظيم ما أشد حاجتنا إليه اليوم. حسن القول ولطافة القول من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نابعا من اعتقاد القلب بما ينطق به اللسان، وليست مجرد المجاملة اللفظية. العبد المؤمن العبد الصالح هو الذي قوله للناس لين ووجهه منبسط طلق مع جميع الناس. الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون أن يلين القول مع فرعون، فكيف بالمسلم المؤمن؟ افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحبه وتدعي أنك من أحبابه، فإنه كان كلما غضبت عائشة ابتسم وأذهب غضبها بكلامه العذب وداعاها بأحب أسمائها إليه. فعائشة رضي الله عنها كانت تحب أن تكنى بأم عبد الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيها بذلك، وخاصة عندما تغضب. فقد كان عليه الصلاة والسلام سهلا سمحا لينا دائما البشر، يواجه الناس بالابتسام، يبادرهم بالتحية والسلام. مر النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا موسى، لو رأيتني أمس وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: يا رسول الله، لو عرفت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لكنت حسنته أكثر حتى تستمع أكثر. جعفر بن أبي طالب يرجع من الحبشة كان له 14 عاما بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس اليوم الذي انتصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بفتح خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: بأيهما أفرح،
أبفتح خيبر الانتصار على اليهود أكبر تهديد للأمة أم بقدوم جعفر؟ جمع بين هذا الانتصار العظيم بقدوم جعفر يعلمنا عليه الصلاة والسلام هنا أن نوزع المدح الجميل ونوزع السعادة على الناس. إذا أردت أن تلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنك وإليك مشتاق، فتخلق بأخلاقه ونظف كلامك. إذا عجزنا عن مساعدة الناس مساعدة عملية، لا ينبغي أن نبخل عليهم بحسن المعاملة والقول الحسن وبذل النصيحة. الحسن البصري يقول: القول الحسن هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعفو ويصفح، وهو كل خلق يرضاه الله سبحانه. كلنا يعلم أن اللسان نصف الإنسان، وأن مفتاح الإنسان هو اللسان، وقد قيل: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. نحن بحاجة أن نفعل هذا المعنى في واقعنا. بعض الناس إذا تكلمت أساءت، فرحم الله رجلا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. إذا أردنا أن نقدم الدعوة في أي مكان، ينبغي أن نقدمها محسنة بالقول الطيب الذي يأسر القلوب. الكلمات إما أن تكون غيث أو رماح، انتقوها قبل أن تطلقوها من أفواهكم. أنت لا تدري إن كانت ستمطر على قلب أحدهم أم ستدمي. كلمات تحيي القلوب وأخرى تميته. أحبتي في الله، ديننا عظيم، ووالله لو أن ديننا قدم بقوالب رفيقة وبألفاظ رقيقة وبعبارات جميلة تكسوها الرحمة والرفق، لوجدنا الناس جميعا قريبون منا. ولكن بعض الناس يصدون عما لدينا من الحق حينما تطغى لغة الحقد والبذاء على لغة الحسن وعلى جمال المنطق. صاحب الخلق الجميل هو الذي يبتعد عن الكلام السيء البذيء، ويحرص دائما على لطف العبارة وجمال العبارة. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى القول الحسن. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم.